بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سارة محمد صالح أحمد من صوار الخارج، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية أريزونا. كنت في الحقيقة عاوز أتكلم عن موضوع مهم، أفتكر إنه الناس مفروض يكونوا واعيين بخصوصه، لكن طبعا قام البرهان عمل عملته وأعلن حكومته، فكان لازم أعلق عليه. يعني بتستمر المهازل بتاعته والعصابة المعاه، و دي الناس يعني خلاص نحن بقينا ذاتنا بطلنا نستغرب العمايل اللي بيعملوا فيها والقرارات اللي بيتخذوها والخطوات اللي بيعملوها، بقينا ما بنستغرب أي حاجة ممكن تحصل وأي حاجة ممكن تجينا منهم. يعني دلوقتي هذا الشخص الغبي قراءته للوضع الحالي إنه يا سلام it's high time خليني أعمل لي حكومة، هذا دي درجة الغباء اللي عنده، وعمل حكومة ما عارفين. أنا صراحة سمعت أسماء لكن ما عندي فكرة عنهم، ديل منو ولا ديل شنو، ولكن طبعا على مزاجه. دي الحاجة الخطة اللي هو بدأ بيها من الأول يعني. ف لا لدعم القتلة وإلى الجحيم يا برهان إن شاء الله. هو طبعا غباءه يعني يعني هداه للخطوة دي، فاكر إنه هو ممكن يمتص غضب الشارع أو يغير اتجاه الثورة أو وات ايفر، لكن ده كلام فاضي. ده دي حاجة يعني بالعكس، أنا بفتكر إنه دلوقتي الناس الثوار الحقيقيين وكل الشعب السوداني بيجا متمسك أكتر، لأنهم بيجوا متأكدين إنه هذا الشخص الدخيل علينا، الشخص اللي ما عارفينه ذاته جاي من وين ولا تربى وين، مصر على اللي بيعمل فيه. بدأ يفهم إنه ما فيش حد عاوزه وإنه هو مجرم وقاتل ويجب أن يعاقب على هذه الجرائم. دي لسه ما واقع عليه، أو واقع عليه وما عارف يطلع منها كيف يعني. وكل يوم تحصل حاجة زي دي في الساحة السياسية السودانية، يعني بتضح تماما الفرق الشاسع بين مستوى الشعب السوداني الأصيل الفاهم العاقل الواعي وصاحب الكرامة وصاحب العزة واللي بيحلم بحياة كريمة، بيحلم بحكومة تجي يكون همها الأول والأخير إن هموم هذا الشعب المسكين، حكومة تنادي بالحرية والسلام والعدالة والديمقراطية، حكومة لا عنصرية ولا متسلطة ولا تبطش بهذا الشعب المسكين. حاجات بسيطة جدا بالمناسبة، حاجات موجودة في كل العالم دلوقتي. أي دولة بتحترم نفسها وتحترم شعبها بتوفر هذه الأساسيات. الشعب السوداني دلوقتي بيحلم بالكرامة الإنسانية، ما بيحلم بالأسفلت ولا العمارات ناطحات السحاب ولا دي، ما الأحلام، الأحلام هي الكرامة الإنسانية، ودي أبسط حقوق الإنسان. هذا الإنسان الجشع، هذا الإنسان الغبي يصر على مساره ويصر على أسلوبه الضيق الغبي المتسلط الخائن، هذا الإنسان خائن لوطنه. وطبعاً عنده المطبلاتية وزمرة السفلة الماشين وراه، وكمان لقاليه عدد من الأنفار يوافقوا في ظل هذه الظروف، إنه في ناس وافقت إنها تدخل معاه في تكوين حكومة، ما عارف أصفهم بشنو، لكن كلمة خيانة بتجيني في راسي في اللحظة دي. لو ما خاين ما بتدخل يدك في يد خاين. ثورتنا مستمرة
وده ما بيحيد ب اتجاه الثورة. هبوا إلى ثورتكم يرحمكم الله. والنصر لنا إن شاء الله. والمظلومين بيلقوا حقهم والظالمين بيلقوا جزاؤهم. والله غالب. الحاجة اللي بتخلي الواحد يستغرب إنه بني آدم حميتي، أنا ما بناقش أصلاً حميتي ده لأنه هو ما سوداني، أوكي، وطيلة حياته عاش في ظروف فيها كونفليكت وصراعات وقتل وسلب وانتهاك للأعراض. ده اللي تربى عليه، ده اللي بيعرفه. فنحن متوقعين منه شنو يعني؟ هل بنتوقع إنه بني آدم زي ده يجي يورينا نزاهة واحترام للآخرين وحب للتقدم والواوا؟ نو، ده ما قادر على ذلك. هذا البني آدم تربى في الصحراء وسط هذه الصراعات. ده جابوا قلعوا من الحمار بتاعه عشان يعمل كده. فده أنا أصلا ما بناقشه، ما بناقش أصلا أمره. ده دخيل على البلد وهو غير سوداني، أنا ما سوداني أصلا، والشرزي من معاه ديل أصلا جايبينهم مرتزقة من دول أخرى. يبقى هذا الشق من العصابة أمره منتهي. ولكن البرهان، شخص تربى في السودان وتربى في المنظومة العسكرية اللي هي بتربي العزة والكرامة وحب الوطن، دي من أساسياته في نظري. دي الوقت بيقتل في شعبه ويقتل في أبناء وطنه بلا أخلاق وبلا ضمير. أنا ما عارفة ده جاي من وين، ده اللي حصل عليه شنو. زول عنده عائلة وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده أهل وعنده عشيرة، وين عشيرته دي عشان يقول له يا راجل اللي انت بتعمل فيه ده لا يصح؟ ما بينظر له كده؟ وهكذا لكل باقية المجلس بتاعه ده، مجلس المنظومة الأمنية بتاعت الكيزان الخاتنة علينا دي. على كل حال، أنا من الحاجات اللي كنت عاوزة أعلق عليها الليلة هي التعبير اللي هو انقلاب. يعني نحن سمينا الحركة العاملة دي انقلاب. في بعض الناس في السوشيال ميديا مؤخرا بيقولوا ده ما انقلاب، ده احتلال. طيب نشوف، هل احتلال كلمة يعني يمكن استخدامها في الحالة دي، حال أو الوضع اللي حصل ده؟ طيب الانقلاب هو شنو؟ الانقلاب طبعا كلمة معناها تغير وضع، تغير في وضع، ولكن بيستخدم في الوسط السياسي أو يعني تعبير سياسي، يعني إنه حصلت سيطرة فجائية وغير قانونية للسلطة واقتلاعها من الحكومة القائمة. قررت زمرة من الناس، مجموعة من البشر، إنها تستلم أو تستولى على السلطة من الحكومة القائمة، بغض النظر عن الحكومة القائمة دي كانت حكومة مدنية والعسكرية أخرى واللي حاصل على شنو. ولكن هذا هو معنى انقلاب. ناصحة الصباح لقيت إنه عندها حكومة جديدة والمسيطرين على الحكم ناس جداد وجايين بأجندة جديدة، أي حاجة جديدة. عشان كده كلمة فجائية وغير قانونية وسيطرة. طيب خلينا نغارنا بمعنى احتلال. احتلال معناته شنو؟ معناته إنه في قوة آه
وعادة قوة ممكن يعني المعنى المعنى احنا عارفين انه هي قوة بتجي قوة خارجية تجي تستولى على يعني بقعة جغرافية معينة بالقوة برضو وتبتدي تستمر تحكمها ويكون فيها تعايش مع أهلها أو تبسط كل أنواع السلطة بتاعتها والسيطرة على هذه المنطقة. وطبعا الغرض من هذا النوع من السيطرة هو الاستفادة من موارد هذه المنطقة لأغراضهم الشخصية أو لمنفعتهم، مش لمنفعة أهل البلد. طبعا أهل البلد بيستغلوا ومواردهم بتستغل لمصلحة هذا العضو أو الكيان الآخر، زي الاحتلال الإنجليزي مثلا. يجي الإنجليز دخلوا السودان، قعدوا فرضوا سيطرتهم على البلد وبدوا بيستغلوا في موارد البلد لمصلحة إنجلترا، يا إما لزيادة الرقعة الجغرافية يعني بصورة هنا عشان تفرض سياساتها وكده وامتدادها حول العالم، أو الموارد literally الموارد بتاعة البلد تشيل إنجلترا تستخدمها لمصلحتها. طيب البرهان وحميتي عملوا شنو؟ أول حاجة زي ما قلنا الشرط بتاع إنه تكون قوة أجنبية ده بينطبق على حميتي. حميتي ده قوة أجنبية، حتى ناس المتابعين دير والبيدقوا في الناس ويقتلوا فيهم دير ما سودانيين، فيبقى هم أجانب، هو ذاته مشكوك. ما أنا عندي شك عظيم إنه ما سوداني، ما عنده أي علاقة بالسودانية، وجاء نبت شيطاني كان حرس حدود ولا من ما بعرف إيش، وجاء دابته الإنقاذ قالت لي يا أخي تعال ادخل معنا في القصص دين، إحنا عندنا لك مهام تنفذ لنا، وجاء ونفذها. وإن the process حاول إنه يعني بيكون عنده يعمل له عشيرة ويعمل له اسم، حتى اسم الغرية بتاعته أو المنطقة بتاعته أو الحتة اللي هو فيها غيره لاسم ممكن يكون بيشبه السودانيين وهكذا. دلوقتي جاء هو وأهله وهؤلاء المرتزق جايين دارين يقعدوا يمسكوا السلطة. ده ينطبق، وطبعا هو بيعمل في شنو؟ بيسرق في الذهب وجايب أجانب زي الروس والصين وغيرهم عشان يدخلوا وهو يتعامل معهم تجاريا بموارد البلد، لأنه دي ما ورثها هو، ورثها أبوه ما خلى له جبل الذهب اللي هو ماسكه ده يعني، ولا أي حاجة تاني، ده ما حقه اللي هو بيستخدم فيه ده يعني، دي مواردنا نحن. فهو في حد ذاته أجنبي وجايب قوة أجنبية ومستغل موارد البلد عبر سلطة القوة أو السلطة اللي عنده، احتلال في نظري. وهذا الاحتلال للأسف أنا في رأيي له أكثر من 30 سنة منذ أيام البشير والكيزان، لأن هؤلاء الكيزان لما جو ما جو كسلطة محبة للسودان ولشعب السودان وتعمل لمصلحة السودان، لا، نظام الأخوان المسلمين ده معروف عنه إنه يعمل فقط لمصلحة نظام الأخوان المسلمين. ما فيش حاجة اسمها وطن، ما فيش حاجة اسمها مواطن، ما فيش كلام زي ده. هم النقاط والبقع الجغرافية بيكونوا موجودين فيها، البلاد دي بيستخدموا مواردها لخدمة نظام الأخوان في العالم كله، وشفنا نحن الحاجات دي، شفناها بأشكالها كلها طيلة عمر هذا النظام الزائل الفاسد. ما سمعنا واحد من هؤلاء الفاسدين الفاسقين قام قال والله الشعب ده مسكين كده نعمل كده ولا هذا المشروع عملنا، نب. كل القصة هي توجيه لموارد البلد، سواء إنها موارد بشرية أو موارد أخرى طبيعية أو سياسية أو سلطات أو يعني whatever،
بيستخدموها لمصلحة نظام الأخوان المسلمين العالمي. جابوا لنا كل الإرهابيين في العالم، خدتهم هنا وواحدين يتدربوا هنا وواحدين أكلوا وشربوا هنا ودسوهم وطلعوهم، وجابوا لنا 1060 مشكلة وعقوبات ومعاناة، وكل الشعب ده عانى 30 سنة من هذه الأمور بسبب العقلية دي. فيبقى هذه الزمرة اللي كانت بتحكم البلد، يس اسمهم سودانيين ويس بيشبهونا، they look like us، لكن لا ما معانا. ديل بيخدموا في ممكن تقول عليها جهة خارجية، لأنه نحن الأخوان المسلمين ديل استفدنا منهم شو؟ إحنا نستفيد منهم شنو ذاته؟ هم شنو ذاته؟ فالاحتلال استمر من الوقت ذاك، نحن من الزمن ذاك محتلين، هذا الشعب وهذا البلد محتل من سنة 89. وكل التصرفات بالتمكين والتسديد والشيء اللي عملوه ده كله تبع هذا الاستعمار وهذا الاحتلال. وهؤلاء الشخصين حميتي والبرهان، البرهان بالذات، حميتي يمكن عنده أغراضه في نفسه، البرهان هو استمرار وامتداد لهذا النظام الفاشي. ما برهان ده بالمناسبة كشخص، حتى شوفوا بيتكلم كيف، وزول ما في جواه محتوى، ما زول يعني عنده يعني افكار، ولا زول يعني بيعرف يعني ما اعرف اقول عليه، زول ساذج خالي من كل شيء، من كل محتوى. دلوقتي بيمشوا فيه زي البابيت، زي الدميه زي ما بيقولوا. فهذا الشخص هو دميه أو شكل من أشكال نظام الإنقاذ، ونظام الإنقاذ مستمر لحد السعدي للأسف الشديد. فكونوا الليلة صحة الصباح وأعلن حكومته، دي ما معناها أي حاجة، معناها نحن لسه دايرين في نفس الحلقة، دايرين في نفس الحلقة المفرغة، وهذه الثورة مستمرة. عمل حكومة، عمل 10 حكومات، it doesn't matter. أهدافنا واضحة، مطالبنا واضحة، طريقنا واضح، نستمر لحد ما هذا البرهان وأمثاله ينكشحوا من وشنا forever. نحن ثاني ما دايرين خلق زي دي، وما دايرين نوع زي ده من الحكم، وما دايرين واحد عسكري يتجرأ مرة أخرى وإنه يجي يفكر إنه يحكم البلد ثاني. نحن خلاص اكتفينا من الاستعمار لحد دلوقتي، أفتكر ده كفاية جدا. فيبقى أنا يعني صراحة بتفق مع اللفظ اللي اسمه احتلال وكمان استعمار، احتلال واستعمار. تنطبق عليهم كل الصفات وكل الشروط. يعني الواحد صراحة يعني حاجة يعني توجع القلب، حاجة توجع القلب إنه يكون هذا البلد الطيب ولأهله بهذا الطيب وبهذا النقاء وبهذا الكرم وحب البلد والعزة والكرامة، يعني حاجات كثيرة جدا بالمناسبة، وأنا عشت وزرت بلاد كثيرة ما شفت كده، ما شفت شعوب زي كده، ما شفت شعب الحاجات زي دي مؤسسة فيه زي شعبنا. ويعني إن شاء الله نرجع تاني السودانيين، نرفع راسنا فوق ونرفع همتنا فوق، بدل ما يجي واحد أو اثنين زي سهيل وسحويل ذيل دارين يحكمونا. كنت بعاين لبعض الـ يعني التعليقات في الميديا عن واحد بيتكلم عن حمدوك، وإنه كيف هذا الشخص، يعني
غير نظرة السياسيين العالميين والمحللين السياسيين لممثلي هذا البلد. بيتكلموا عنه بإعجاب شديد، إنه رجل فاهم عنده مخ، إنه هو مشرف وعارف بيعمل في شنو، ولما يتحدث بينفذ وبيقنع اللي قدامه. ده مقارنة بتمثيلنا عادة نحن في الـ في الـ في الـ في الـ المحافل العالمية دي، تمثيل دائما باهت، أشخاص تافهين ما عارفين بيتكلموا عن شنو، بيتحدثوا فقط بالأجندات السياسية الحزبية بتاعتهم أو بيمليوا عليهم الحكام، ما عندهم أي محتوى. ده نحن كان بيمثلنا، وللأسف لا يمثل الشعب السوداني. زي ما قلت نحن محتلين لنا زمن، وإن شاء الله إن شاء الله النصر قادم ويوم الخلاص قادم. و13 نوفمبر هو موعدنا للمسيرات المليونية. ما في حاجة تغيرت، مستمرين، والثورة مستمرة والردة مستحيلة. شكرا جزيلا.